صباح الفل والجمال والذوق العام يا أستاذ هاني، يا أجمل وأجدع وألطف وألذ زميل في الدنيا كلها. ولو إن الدخلة مش مريحاني، لكن صباح الفل يا أستاذ فتحي. خير يا فندم؟ خير طبعاً. النهاردة أول الشهر وفي إشاعات بتقول إنك قبضت المرتب. يا ربي، يعني أكيد معاك فلوس. يلا يا بطل، ظروفنا في الظرف ده 100 جنيه. لا لا ميرسي، انا ما بخشش جمعيات. شكرا. جمعيه ايه يا استاذ هاني اللي ب 100 جنيه؟ ده ال 100 جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي. احنا بنلم الاستاذ شكري عشان يا حبيبي طالع على المعاش. ما احنا بقالنا 3 سنين بنلم الاستاذ شكري علشان طالع معاش، وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط، وانا ادفع، بعدين يمدوا له سنه نفرح، بعدين يطلعوا معاش نجتمع نعيط وانا ادفع. بص يا استاذ فتحي، انا مش هدفع لاستاذ شكري في معاشه الا لما اشوفه قاعد في البيت كده 3-4 سنين بالجلابيه كده ومرتاح وسط ولاده. خلاص، وسيبني اكمل شغلي والنبي. طب كده بقى انا مش هكتب اسمك على الظرف يا استاذ هاني، وانت الوحيد كده اللي اسمه مش هيكتب على الظرف، وهتبقى فضيحه. انا هبقى اكتب اسمي في البيت، انا على التلاجه كده هتصرف انا. معلش. ماشي، بس بقى لما الزملاء يعرفوا ان انت ما رضيتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس، ما تبقاش تزعل. وبعدين يا أستاذ هاني، أنت لسه جديد هنا، يعني المفروض تجامل على الأقل 5-6 سنين عشان تقدر تعيش وسطينا. جامل جامل عشان ما تتفضحش، وبعدين ما احنا هنبقى نجاملك. وإني أنا مش عايز أي مجاملات من أي حد، لكن حاضر يا أستاذ شكري. برضو احنا عندنا كام شكري؟ إيه ده؟ الظرف كله 5 جنيهات، أمال أنا أدفع 100 ليه؟ اشمعنى أنا؟ علشان أنت رجل أعزب ما عندكش مسؤوليات. قولي بذمتك، انت بتشتري بامبس؟ لا انا ما بجيبش الحاجات دي. طب ايه رايك بقى اللي انا لغايه دلوقتي بشتري بامبس؟ طب ما تشوف حل للقصه دي، تشوف علاج ولا اي حاجه. حبيبي يا استاذ هاني والله. بامبس؟ عشان انا ما بجيبش بامبس يبقوا كلهم يشطفوني. فكري ودي هاني. صباح الخير. صباح الخير يا رئيسه. معلش انا نص ساعه واخلص التقرير. معلش. ليه قلبك على الاقل من مهلك، براحتك خالص. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، احنا اول الشهر بقى، شغل لي مخك. ما انا عرفت المعلومه القيمه دي من الاستاذ فتحي. في حد طالع معاش او اترقى او اترفد او اتعين في اداره تانية خالص، او بيفكر يشتغل معانا في الوزاره عشان نلم له كلنا؟ يا ابن الذين، دمك زي العسل. ربنا يخليك. لا يا نور عيني، احنا بنلم للبت حنان اختك اللي في اسم المشتريات. عقبال عندك حامل. عقبال عندي حامل؟ حضرتك انا مش متجوز، بعدين اكيد لاحظتي ان انا راجل فمش هحمل في الفتره دي. اقصد يعني لما تتجوز ان شاء الله. انا هتجوز ازاي بس يا مدام صفاء، وانا مرتبي مكفيني؟ انا بجيب بقسماط وجبنه براميلي، وبقيت المرتب كله رايح على الهدايا والمجاملات. حتى هاسكي قاعده في البيت من غير اكل. والله هاسكي دي قاعده معاك في البيت؟ قاعده واكله شاربه نايمه. من غير جواز؟ لا لا لا، حضرتك فاهمه ايه. لا هاسكي دي كلبه كلبه. اخص عليك يا هاني. اسكت اسكت، مش عايزه اسمع الكلام ده. تحر في حياتك، ولو ان اللي ترضى بكده تبقى كلبه و60 كلبه والعياذ بالله. لا ترضى ايه حضرتك، بقولك دي كلبه حقيقي، كانت مرميه في الشارع بردانه ووحيده كده، فاخدتها معايا قلت المها بدل رميه الشوارع، وهي بتقعد معايا بالليل نلعب نعمل. بس 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 اختشي، ايه الكلام ده؟ يلا يلا شوف هتدي البت يا حنان كام، خليني اكتب اسمك واخلص. يا مدام صفاء، انا جاملت الوزاره كلها ومفيش حد جاب لي ولا حتى هديه. يا ضنايا يا ابني. طب اقول لك، خلاص قول لي عيد ميلادك امتى وانا هلم لك بنفسي. 29 فبراير. خلاص يا حبيبي، من عينيا الاثنين. 29 في، بس ده مش هيجي السنه دي. شفتي، ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها، ده تاريخ بيجي كل 4 سنين، وانا غالبا في اليوم ده ببقى يا اما عيان يا اما واخد عرضه. وحضرتك انا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عمليه ولا هشتري عربيه جديده، وخلصت الاعدادي والابتدائي والجامعه وكل حاجه. اهو بص بقى يا هاني، لو ما جاملتش هتتفتح وسط زملائك. ادي قصه الفضيحه. بعدين تعالى اما اقول لك، البت حنان دي قريبة مدير الإدارة الأستاذ يسري، افهمها أنت بقى. يلا خلص وانجز، جامل عشان تتجامل يا هاني. حاضر يا مدام صفاء، أنا أصلاً شخص مجامل، أحب ال حبيبي يا هاني. طب واسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة؟ لا يا حبيبي، أنا اسمي يتكتب ليه؟ أنا قديمة، أدفع؟ أنا الرئيسة يا واد. التقرير يخلص بسرعة، ما تتأخرش عليا، نص ساعة ويبقى على مكتبي. حاضر. الهاسكي قال مالهم بنات البلد. احلى قهوه الاحلى استاذ هاني، تروق بالك يا ابو الكرم والمفهوميه والذوق. الهزه دي بتاعت اول الشهر، انا عارفها.
أؤمر يا عم علي، في حد عندك حامل اتخطب، حد طالع الحجاز أو راجع من الحجاز أو قاعد في ميدان الحجاز فنلمله كلنا؟ لا والله يا أستاذ هاني. أنا بس عم شوقي بتاع الأمن، عرفت إنه هيعمل عملية بكرة. الراجل غلبان قوي وعنده عيال كتير كتير قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعم شوقي ده رخم قوي الصراحة، لكن المرض ما فيهوش كلام، يعني هيبقى رخم ومريض. جامد. الراجل هيعمل عملية في حتة وحشة قوي. ربنا يكفيك شر الفضيحة. ايه حكاية الفضيحة دي؟ حاضر حاضر خلاص. انتوا لميتوا له كام لغاية دلوقتي؟ هو مين؟ عم شوقي بتاع الحتة الوحشة. لا ما هو يا أستاذ هاني بيه أنا ما أعرفش، لأن مش أنا اللي بلمله. الله، أمال 100 جنيه اللي أنت ظبطتها مني دي إيه؟ محمد ابن عقبال عندك نجح في الإعدادية والواد هيموت على الأيفول، أيفول جديد. يعني أنت واخد ال 100 جنيه عشان أنا مالي ومال الأيفول؟ إعدادية إيه وبتاع إيه؟ ربنا يكفيك شر الفضيحة. فضيحة. باركلي ترقيت. هاني أنا اتخطبت. مبروك. أنا اتخبطت يا هاني. لا ألف سلامة. بدل الفضايح فرح أسماء، حنة علياء، خطوبة شيماء، أحزان السماء. هتتفضح. سيبه يا فتحي، يمكن عايز يتفضح وسط الزملاء. إيه حكاية اتفضح؟ هتفضح لو عايزين فضيحة حلوة أعمل لكم فضيحة حلوة، وكل واحد بقى يعرف اللي ليه واللي عليه. الأستاذ شكري اللي بيقبض ويجري، اللي الحكومة بتمدله وإحنا بنعدله. واسمع سلام للأستاذ فتحي اللي ماشي وسينا متعنتز وبيستلف تمن البامبس. وعم علي كمان مرة، عم علي يعني البوفيه، تجار المية السخنة يعني السف والإهدار، اللي عايز أيفول هدية علشان ابنه في الإعدادية، ومدام صفاء الرئيسة أول وتاني اللي ما دفعتش ولادة أماني، والجاي يقول اللي رايح وكتر من الفضايح، وبكرة الحساب هيجمع وخلي الدنيا تولى.